من تلك الأسباب التي تمثل الاستهداف الناعم الأفلام والرسوم المتحركة التي تعد لاختطاف عقول أبنائنا الصغار. هذا أمر في غاية الخطورة، الأفلام والمسلسلات ورسوم المتحركة، أفلام الكارتون، هذه لها تأثير خطير في برمجة العقول. هذا أمر قامت عليه الدراسات العلمية وحذرت منه. أكو مقولة للأديب الإنجليزي شكسبير، شكسبير مؤلف وممثل، يقول مقولة لا زال المفكرون يتداولونها، لها قيمة. ماذا يقول؟ يقول اعطني مسرحا، اعطني ماذا؟ مسرحا أعطيك شعبا عظيما. ليش؟ إشارة إلى أن التأثر بفن التمثيل يؤثر في صياغة العقل الجمعي. فإذا كان التلفاز والأفلام والمسلسلات تقدم طرحا هابطا، النتيجة شنو؟ يوجد مجتمع هابط. ولما يقدم عطاء محترما له قيمة فإنه يؤثر في صياغة العقول. من هنا تجدون أن هناك خطورة في اختطاف عقول الأبناء.